سيدات وسادة، تحية لحضراتكم في هذا الحوار الجديد. مشاهدين الكرام، هذا الحوار يدور حول الجهود التي تقوم بها الشقيقة الجزائر، الرئيس الحالي في دورة الجماعة العربية العادية. الجزائر وتحديدا وزير الخارجية الجزائرية عبد القادر مساهل يقوم بجولة خارجية يزور فيها الكويت، بدأها بالكويت هذه الزيارة، ومن المتوقع أن يقوم بالتشاور مع العديد من قادة الدول العربية والخليجية في محاولة لرأب الصدع بعد الأزمة التي فجرتها قطر بتمويل الجماعات الإرهابية والعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول العربية. السيدات والسادة، أرحب مع حضراتكم في هذا الحوار بضيفي الأستاذ صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صلاح بي، أهلا وسهلا، منورني. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، نبقى مع حضرتكم ولكن بعد هذا التقرير، ابقوا معنا. بالرغم من المساعي الدبلوماسية المكثفة لدعم جهود الوساطة من أجل تخفيف حدة التوتر بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر، تظل أزمة الأخيرة تراوح مكانها. فبعد جولة مكوكية قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الشهر الماضي في الخليج، زار خلالها الكويت والسعودية وقطر، أتبعها نظيره الفرنسي جنيف لودوغيان بجولة مماثلة في محاولة لإثناء قطر عن سياساتها ومصالحة جيرانها عبر الالتزام بمقتضيات مصالح الدول الأربع المقاطعة لها. يبدو أن الجزائر ستنضم إلى قاطرة الدول. بالرغم من المساعي الدبلوماسية المكثفة لدعم جهود الوساطة من أجل تخفيف حدة التوتر بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر، تظل أزمة الأخيرة تراوح مكانها. فبعد جولة مكوكية قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الشهر الماضي في الخليج، زار خلالها الكويت والسعودية وقطر. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي في هذا الحوار الأستاذ صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، تحياتي من جديد، أهلا وسهلا. أولا، آخر تطورات الأزمة القطرية كما تراها أنت؟ في الحقيقة الأزمة القطرية ما زالت تراوح مكانها حتى الآن. المسعى الجزائري كما أشرت سيادتك في بداية اللقاء، الجزائر هي الآن رئيس الدورة الحالية لجماعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. الجزائر رأت من جانبها أن تلعب دورا في اتجاه رأب الصدع بين قطر والدول العربية التي قاطعتها منذ 5 يونيو الماضي بسبب دعمها للجماعات الإرهابية والعديد من القضايا الأخرى التي أصبحت تهدد وحدة المنطقة العربية. المسعى الجزائري يصب في إلى جانب المسعى الذي سبقه في مسعى دولة الكويت الشقيقة بهدف تقريب وجهات النظر ومحاولة إيجاد حل هذه الأزمة. كما تعلم أن الجزائر يعني حاولت أن تنأى بنفسها عن الكثير من مشاكل المنطقة العربية منذ أمد بعيد، لكنها الآن باعتبارها هي الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، رأت أن تحاول أن تلعب دورا في هذا الاتجاه من أجل تقريب وجهات النظر بين قطر والرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات ودولة أو مملكة البحرين. يعني أستاذ صلاح، لعلك تابعت جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة تحديدا، والتي قيل وقتها أنها كانت يعني جولة أو لقاء استكشافي للتعرف على وجهات النظر والرؤى تجاه هذه الأزمة، وقيل بعدها أنه من المتوقع أن تكون هناك جولة أخرى لوزير الخارجية الأمريكي وزيارة للتباحث مع قادة المنطقة حول الأزمة القطرية. في تقديرك يعني بعد هذه الزيارة، ما تبلور لدى الإدارة الأمريكية حيال هذه الأزمة؟ الإدارة الأمريكية بعد المؤتمر الذي عقد في الرياض مؤخرا وحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت الرسالة واضحة، والرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول العالم في هذا المؤتمر كما تعلم ويعلم السادة المشاهدين كانت واضحة في اتجاه تجفيف منابع الإرهاب والحيلولة بين دعم بعض الدول للجماعات الإرهابية ووصول هذا الدعم
لهذه الجماعات. الرئيس السيسي أشار بشكل واضح في هذا المؤتمر إلى أن الدول الداعمة للإرهاب يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك ضغط من جانب المجتمع الدولي للحيلولة دون يعني أن مواصلة دورها في دعم هذه الجماعات، لأن الجماعات الإرهابية لن تستطيع القيام بدورها إذا ما استمر الدعم عن طريق المال والسلاح وما حتى إمدادها بالبشر في بعض الأحيان. قطر تلعب دورا في هذا الاتجاه، بدأ منذ مجيء يعني حمد بن جاسم في رئاسة مجلس وزراء قطر ولعب دور في هذا الاتجاه. حمد بن جاسم كان عراب مشروع تفتيت المنطقة العربية، استخدمت قناة الجزيرة في تفتيت وحدة الدول العربية منذ 20 عاما، منذ بدأت تحاول أن تؤجج صراعات بين مختلف الدول العربية تلعب على هذا الوتر. الدور الأمريكي أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى جاهدة إلى أن تحقق في المقام الأول مصالحها، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يهدف إلى تحصيل من تريليون دولار في نهاية فترته الأولى. أعتقد أن الاتجاه واضح للإدارة الأمريكية، هي في المقام الأول تحاول أن تحقق مصالحها على الرغم من أن الدور القطري استدعى الدور الأمريكي وبعض الأدوار الغربية إلى المنطقة. قطر تحاول استدعاء الدور التركي وتحاول استدعاء الدور الإيراني، تحاول الاستقواء ببعض الدول التي يعني لا أقول أن مصالحها تتناقض مع مصالح المنطقة، لكن هي في الأساس الدول كما تعلم أن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح في المقام الأول. فالدور القطري في المرحلة السابقة يعني منذ شهرين بعد الموقف الذي اتخذته أو الذي اتخذه الرباعي العربي يلعب على إطالة أمد الأزمة، يلعب على استدعاء أدوار خارجية من أجل يعني الاستقواء بها، من أجل تحقيق المصالح القطرية على حساب مصالح دول المنطقة. الدور القطري أصبح الآن واضحا يعني أكثر من أي قبل من أي وقت مضى. طيب يعني الحقيقة يمكن كان في يعني مجموعة من التحليلات المتعلقة بالأزمة القطرية، قيل وقتها أن من يدير هذا الملف تحديدا مجموعة من الساسة الأمريكان السابقين، وزي ما حضرتك قلت كان الهدف من هذه المناوشات إطالة أمد الأزمة، دحرجة الأزمة حتى تصبح كنوع من الواقع ويتم التعامل مع هذا الملف سواء إقليميا أو محليا وربما دوليا. يعني في تقديرك أنت يعني النتائج حتى الآن من التعامل العربي والدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر، يعني إلى أي مدى في تقديرك ترى أن المساعي التي تقوم بها الجزائر يمكن أن يكون لها أي نتيجة، خاصة بعد كل هذه المباحثات التي جرت من أطراف متعددة؟ كما أشرت هو ليس خفيا على أحد الآن أن هناك شركات ومؤسسات وهيئات أمريكية تلعب من أجل يعني هي وظيفة الآن يعني الساسة القدامى وبعض المتخصصين ينشئون شركات من أجل يعني تصحيح صورة بعض الأطراف في الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي على وجه الخصوص. أولا إدارة الأزمة ثم التصحيح. نعم. يعني هم من يديرون الأزمة في قطر حاليا. نعم. هي لوبيات تحكمها مصالح هذه المؤسسات وهذه الشركات. يعني بتتلقى المصالح مصالح هذه الشركات في تحقيق نوع من الأرباح، وبالتالي تنفيذ الأجندة الأمريكية من خلال الدور الذي كانت تقوم به قطر في المنطقة. هي خلق الأزمة، هي تستهدف خلق الأزمة ثم البحث عن حلول لهذه الأزمة ثم إطالة الأزمة لتحقيق مصالح هذه الجماعات وهذه الدول على حساب دول أخرى. هذه الأجندات أو هذه اللوبيات أو الشركات أو سميها ما شئت، يعني هي الهدف إطالة أمد هذه الأزمات لتحقيق أوجاني الأرباح. قطر لعبت منذ البداية على هذه الأجندات، كما تعلم أن حمد بن جاسم كان يقيم في الولايات المتحدة وتم استدعائه على عجل وظهر في CNN في فترة من الفترات من أجل الترويج للسياسة القطرية في هذه الفترة. يعني حمد بن جاسم اختفى تماما منذ مجيء الأمير الحالي إلى سدة السلطة في قطر، ثم تم استدعائه في هذه الأزمة بعد أن شعرت السلطة القطرية بأنها في موقف حرج وأنه يجب أن تغير أو أن
تغير دفة إدارة الأزمة أو تستعين بمن لهم علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أوثق يعني، أو أن تستعين أو أن تدار الأزمة. حمد بن قاسم يعني إذا اختلفنا أو اتفقنا لكنه له حنكة سياسية استطاع في الأزمة في الكثير من الأزمات أن يدير متعددة. أن يدير الأزمة في اتجاه معين صح. يعني كما يعني تذكر الأزمة الليبية هو الذي استدعى الدور الناتو في هذه الأزمة، سبق ذلك هو الذي سيطر على بعض الدول وبعض حاجة المقعد السوري عن سوريا، هو الذي قاد هذا التحرك. يا فندم ملفات عديدة، ملف المونديال القطري، المونديال القطري الرشاوى التي صحيح. تكشفت بعد صحيح. ذلك يديرها هذا اللوبي. ففي هذه الأزمة تم استدعاء هذا الدور، في هناك جماعات مصالح، هناك بعض وسائل الإعلام التي تستخدمها قطر منذ فترة طويلة لم يكن دورها واضح، كان دورها خافيا، لكن تكشفت هذه الأدوار بعد أن ظهر المخطط بشكل واضح، والذي استهدف دول المنطقة واستهدف الكثير من وعلى رأس هذه الدول مصر، وتم قبل ذلك تفتيت ليبيا كما نرى وكما نشاهد الأزمة اليمنية. تكشف الدور القطري القذر الذي لعب في هذه الأزمة، من أن قطر كانت تسرب المعلومات إلى بعض جماعات الحوثيين هناك، كانت تكشف أدوار التحالف العربي من أجل يعني تخريب أماكن التخطيط والهجوم والآليات الكثير يعني من المعلومات. كشفت هذه المعلومات بعد ذلك، لم يكن هذا الدور واضحا في الأزمة السورية، كان الدور القطري واضح، كانت هناك إمدادات بالسلاح والمال والبشر في الداخل السوري. تكشف الدور القطري في دعم جماعات القاعدة، جبهة النصرة، بعض الجماعات التي تلعب داخل سوريا، تكشف دور ودعم قطر لهذه الجماعات. أي أن الدور القطري كان يعني لا أقول أنه كان خافيا، لكن كانت يعني هنا في الأمن المصري اكتشف دور رئيس الاستخبارات القطري عندما جاء بحقيبة أموال لجماعة الإخوان الإرهابية في مرحلة من المراحل التي كانت مصر مستهدفة، والتي كانت لكن الأمن كان يقظا وكان يعني يقوم بدوره على أكمل وجه، وتم اكتشاف هذا الدور في حين، وتم توثيق هذه المقابلة والكشف عنها. هذه الأدوار التي لعبتها قطر أعتقد أنها الآن أصبحت يعني منكشفة للجميع. الانكشاف صحيح. لم يكن جديدا يعني بالنسبة لمصر، كان الدور واضحا منذ البداية، لكن الموجة كانت عالية بالتعبير الدقيق. وتوضيحه للباقي الدول العربية، كانت هذه المهمة صعبة من جانب الإدارة المصرية. اسمح لي، ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام السيد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير أهلا وسهلا. أهلا بك، مساء الخير. أشكرك سيد السفير. سيد سفير، بالتأكيد أنت تتابع الجولة التي تقوم بها الجزائر ممثلة في وزير الخارجية عبد القادر مساهل لمحاولة احتواء الأزمة، يعني كيف تقيم أنت الأدوار العربية في التعامل مع الأزمة القطرية وما وصلت إليه حتى الآن؟ يعني هو المعروف أن الجزائر تتمتع بدبلوماسية رفيعة المستوى، وهي من الدول ذات الوزن في العلاقات الدولية، ودائما نطمئن عندما تتولى الجزائر موضوعا من الموضوعات. تمام. إنما طبعا الوسيط الأمين سيكون عليه أن يبحث عن وسائل الاقتراب. أنا لا أخشى عليك وأسف لشعوري هذا، رغم أنني من المتفائلين دائما، أنا غير متفائل في اللحظة الحالية بالنسبة لموقف قطر. لأن كي أقرب المواقف ينبغي أن يكون كل طرف بيظهر استعداده للمرونة، بوادر أمل. بالضبط. لكن الحقيقة لا نسمع تصريحا يوما بعد يوم من الجانب القطري إلا بالتشدد والإدعاء أن هناك من يتدخل في شأنه. ومن المدهش أن تجد نوع من عدم الخبرة والسذاجة السياسية، بحيث أنه يدعي أننا نتدخل في شؤونه، ثم هو يدخل ثلاثة قوات أجنبية على أرضه، سواء إيران أو تركيا أو الولايات المتحدة. ثم تسمع العجب أن بعض ضباط الجيش التركي يديرون ما يسمى بالجيش القطري إن وجد. ما هو وأنا بتكلم بكل مودة نحو الشعب القطري، أنا زرت قطر كثيرا جدا، وأجد الناس، عامة الناس وخاصة الناس، ينظرون للعروبة ولمصر تحديدا نظرة محترمة للغاية. تمام. بل أن البعض يهمس في أذننا الآن في اللحظة التي نواجهها بأن كبارهم خرجوا عن الخط المأمول. يعني
لهذا أنا أريد أن أضع نفسي دائما كمفاوض مكان الطرف الآخر. ماذا تريد القيادة في قطر؟ وهي وضعت الشيء وضده. وأجد أن قطر لها هوايتان، واحدة تميل نحو الإخوان وقد أوتهم وأعطتهم ملاذا أمنا، وهذا بالمعيار الدولي حق اللجوء السياسي يعني يجب أن نحترمه، لكن اللجوء السياسي له أيضا واجبات، واللاجئ السياسي إذا كان من حقنا أن نحتضنه فمن واجبه ألا يتكلم في السياسة ولا يمارس السياسة والإرهاب، فهنا غير مفهوم. الطرف الآخر هو تبني إيران، وإيران معروف لها أطماع في المنطقة، وإذا كانت إيران لها أطماع انعكست في احتلال جزر الإمارات الثلاثة، الطنب الكبرى والطنب الصغرى وأبو موسى، فلا أظن أن يعني أطماعها في البحرين خافية. صحيح. وبالتالي كان يجب أن على قطر أن تحترس أن الذي يطمع في الإمارات ويطمع في البحرين لن يتعفف عن أن يطمع في قطر. من هنا يعني أنا سأدعو إن شاء الله للطرف الجزائري أن يوفق في مهمته، خصوصا أن له صفة أنه بيرأس المجموعة العربية في الدورة الحالية. طيب سيد السفير، الحقيقة نرجو إن شاء الله أنه يصل إلى اقتراب من المواقف على الجانبين. سيد السفير، يعني حضرتك واحد من كبار من يمتلكون الحنكة الدبلوماسية في التعامل، لك تاريخ طويل ولك باع كبير في مثل هذه الأمور. قيل أن من يدير الملف القطري مجموعة من أساس الأمريكان السابقين، وأن هناك محاولات عديدة لاستدعاء النموذج الإسرائيلي في المنطقة، دولة صغيرة لديها علاقات متشابكة ومتناقضة، لديها أجندة وفقا للمتغيرات الدولية تحاول تنفيذها على أرض الواقع، يعني كنوع من التفكير، يعني كيف تفكر قطر في هذه الأزمة حاليا وسط كل هذه الضغوط الاقتصادية وأيضا الرفض الدولي؟ ما هو أكبر مصيبة تصيب بلد هو أن تضع مقدراتها في يد أجانب، ويكون هؤلاء الأجانب طبعا ليسوا ملائكة، وسيضعون أي تصور بالصورة التي تخدمهم هم ومصالحهم وبلدانهم. والحقيقة أرد على هذا، لماذا تريد قطر وفقا لهذه النصائح أن تقلد إسرائيل؟ لماذا لا تقلد الدور الإيجابي جدا لمالطا في الاتحاد الأوروبي؟ تمام. لأن قطر أصغر بكثير من إسرائيل أولا، وطبعا لا يمكن تقارن أي قدرة عسكرية لها، لكن أقارن قطر بمالطا، ومالطا هي أصغر دولة أوروبية وتكاد تقارب في العدد قطر. أنا معجب بالسياسة التي تتبعها مالطا في تقريب المواقف، الدعوة لمؤتمرات مهمة عندما يكون هناك احتياج لمؤتمرات. يكفي مالطا فخرا أنها استضافت أكثر من مرة مؤتمر وزراء خارجية دول أوروبا والبحر المتوسط. مالطا لها مبادرة للتقريب بين أوروبا والعالم العربي، خط لا ينتهي. وقطر في فترة ما كانت تستضيفون، وأنا من هنا جاءت زياراتي لقطر في إطار مظلة الجامعة العربية، خذ مثالا عندما كانت هناك القمة العربية في 2009 التي انعقدت في الكويت. تمام. أجرينا التحضير لها في الدوحة، وكان تجمع للمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص المدني العربي مع اتحاد المستثمرين العرب واتحاد البنوك العربية، وخرجنا بورقة ماذا يريد المجتمع المدني من القمة العربية. هذا هو الإسهام الجميل. إنما أن تكون إسهاما مشاغبا وأن يتصور نفسه إسرائيل، هو ولا ليس بحجم إسرائيل، ولا أتصور إن شاء الله أن يكون في هذا النوع من العداء. لكن أنا أدي له مثال مالطا، أدي له مثال لوكسمبورغ اللي هي المقر البيت المال لكل الاتحاد الأوروبي. صحيح. هذا هو النموذج الذي أتمنى أن قطر تتبناه، وليس النموذج الذي يقدمه لها أناس ينتمون في النهاية لجهات غير صديقة. طب سيد سفير، يعني لعلك تتابع، لا توجد أي بوادر لحل الأزمة من الجانب القطري. هناك جانب من التحليل يرى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجب أن يكون لها خطوات مستقبلية خلال المرحلة القادمة. جانب آخر من التحليل السياسي يرى أن الخطوات التي اتخذت حتى الآن تعتبر كافية في نوع من التحجيم الدور القطري، أو حتى إشعار الجانب القطري بأنه يسير عكس الاتجاه. يعني ما ترى أنت؟ أنا في رأيي دعنا نرى تطور الموقف.
لأن يعني بالصدفة أنت تكلمني، كنا نناقش منذ بضعة أيام في جامعة القاهرة رسالة دكتوراه حول العقوبات وكيف يكون تأثيرها. الواقع أن دائما نحن متعجلون، لأن العقوبات تأثيرها لا يكون بين يوم وليلة. تمام. والعقوبات التي فرضتها البلدان العربية الأربعة كافية في الفترة الطويلة أن تؤثر في تكلفة الحياة وتكلفة الإنتاج في قطر، لأنها تجعل السفر منها وإليها في غاية الصعوبة. فإن كان هذا كافيا فلننتظر إلى أن يحدث تأثيره. إن لم يكن فهناك مستويات من التصعيد، سواء في مجلس التعاون الخليجي يستطيع أن يجمد عضوية قطر ويهدد بهذا، الجامعة العربية وهي رئيسة الجامعة العربية الجزائر في المرحلة الحالية ستدخل في هذه المفاوضات، ويمكن أن ندفع بتجميد عضوية قطر أو فرض عقوبات اقتصادية شاملة على المستوى العربي عليها إن لم ترضخ للتوجه العربي، أو فلنصعد إلى مجلس الأمن ونتكلم، ونحن ما زلنا حتى نهاية هذا العام تقريبا أعضاء في مجلس الأمن، ونستطيع أن نحرك القضية على المستوى العالمي. شكرا جدا السيد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية سابقا، شكرا جزيلا. أعود مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى ضيفي في هذا الحوار الأستاذ صلاح مغاوري مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعفوا للإطار. أستاذ صلاح، بالتأكيد يعني سيد سفير اتساقا بكلام حضرتك كنا نتحدث عن بوادر الأزمة، بوادر الحل، والحقيقة أكد أن التصريحات الآتية من قطر حتى الآن لا تبشر بأي نوع من النية القطرية للتجاوب مع المطالب العربية والدولية في هذا الإطار. في تقديرك أنت، آليات التعامل خلال المرحلة القادمة، ما يجب أن تقوم به الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وحث دول العالم على اتخاذ مواقف مشابهة؟ لا، هو بالفعل الدول العربية التي تنادي بمكافحة الإرهاب عقدت اجتماعات كما تعلم سيادتك، عقد اجتماع في العاصمة البحرينية المنامة بين وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، وقبلها في القاهرة وجدة وغيرها في القاهرة، ثم بعد ذلك عقد لقاء آخر لوزراء الإعلام العرب في جدة مؤخرا نتج عنه بيانات. هذه البيانات أعتقد أنها يعني تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بلعب دور في إجبار قطر على أن يكون أن تحترم تعهداتها في المنظمة الدولية، إجبار قطر على أن ألا تلعب دورا يكون موجها لدعم الإرهاب، الكف عن دعم الجماعات الإرهابية، عدم تقديم المطالب 13 التي قدمت قبل ذلك. أعتقد أن هناك إجماع من جانب الدول الأربعة التي وحتى الدول الوسيطة الآن هي يعني ليست بمنأى عن هذه المطالب، لكن المجتمع الدولي كما أشرت حضرتك في بداية اللقاء أن هناك مصالح تحكم بعض الدول الغربية، الولايات المتحدة تحكمها المصالح في المقام الأول مع قطر ودول العالم. أعتقد أن المستقبل القريب قد يحمل تصعيدا من جانب الدول الأربعة لإجبار قطر على احترام عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، إجبارها على عدم تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، اتخاذ موقف عربي موحد. أعتقد أنه إذا استمرت هذه الأزمة أكثر من ذلك أو إذا طال أمدها، أعتقد أنه سيكون هناك اتجاه لجماعات الدول العربية والمنظمات الدولية للعمل على إجبار قطر على احترام تعهداتها لهذه المنظمات. يعني ليس فقط هناك قطر لوحت بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي خشية أن يتم إسقاط عضويتها من هذا المجلس، يعني هي استبقت اجتماعات أو إقدام مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وقدمت بعض المقترحات لتبييض الوجه أو لعدم اتخاذ موقف حفاظا على ماء الوجه كما يقال، حفاظا على ماء الوجه. أعتقد أن الاتجاه المرحلة المقبلة قد يقود الدول الأربعة إلى مخاطبة المنظمات الدولية وجامعات الدول العربية من أجل اتخاذ موقف موحد ضد قطر. كنوع من تقدير الموقف فيما يتعلق بالمواقف الدولية، إذا تحدثنا عن لغة المصالح، يعني البعض يرى أن هناك تناقض بين التقارب الأمريكية القطرية والتقارب القطرية الإيرانية، يعني كيف يمكن أن تستقيم المعادلة في ظل العداء الأمريكية الإيرانية إن وجد؟ أعتقد أن هناك تناقض بين في السياسة الخارجية القطرية، يعني إذا تتبعنا ما يحدث وما تقوم به الدبلوماسية القطرية، قطر تستضيف قاعدة العديد الأمريكية منذ
قبل الحرب الخليجية الأولى، وفي ذات الوقت هي تنادي بسيادة الدول على أراضيها. يعني هذا يناقض ما يتم على أرض الواقع. هناك خطاب إعلامي موجه ضد الكثير من دول العالم العربي، وفي الوقت ذاته هناك استبداد داخل، هناك يعني هناك أحد الشعراء الذي تم احتجازه وتم حبسه لمجرد قصيدة ينتقد فيها رأس الحكم في قطر، في الوقت الذي تطالب قناة الجزيرة بحريات إعلامية وحقوق إنسان وما إلى ذلك. يعني هناك تناقض في السياسة القطرية في الوقت الذي تنفذ على أرض الواقع أجندة مختلفة ومغيرة تماما لهذا النهج. هناك بالفعل استقواء كما أشرت حضرتك بإيران وتركيا، هناك مصالح. حتى أمير قطر عندما بدأت بوادر هذه الأزمة أكد أن علاقات بلاده بإيران هي علاقات مصيرية وعلاقات استراتيجية، لن يقوم بتغيير هذا النهج في الوقت الذي تقوم به إيران باستهداف منطقة الخليج في المقام الأول، كما أشار السفير جمال بيومي بأنها ما زالت تحتل جزرا عربية. هناك مواقف عربية في جامعة الدول العربية تنادي تكرارا ويعني ومرارا بأن تلتزم إيران بالتخلي عن هذه الجزر والانسحاب منها، لكن إيران لا تستجيب. إيران لديها مصالحها في المنطقة، لديها يعني برضو بعض يعني المشاكل الداخلية. أعتقد أن قطر بالموقف الحالي يعني عملت على أن يعني تزيد من الدخل للمواطن الإيراني على حساب دول المنطقة الأخرى. هناك اتجاه الآن للاستيراد من إيران والاستيراد من تركيا، هي دفعت الاقتصاد الإيراني للتحسن، دفعت هناك ميناء إيراني الآن أصبح يضخ، والسفن التي تأتي من إيران محملة بالبضائع واستغنت عن الدول التي كانت تأتي إليها من المملكة العربية السعودية والدول العربية. خط الطيران المباشر الآن أصبح إيران يستخدم الأجواء الإيرانية، أصبحت تستخدم المطارات الإيرانية كترانزيت لرحلات الدولية بعد أن تم فرض حصار جوي وبحري عليها من جانب الدول الأربعة. أعتقد أن المصالح الآن أصبحت تصب في صالح طهران، واستدعاء الدور الإيراني إلى المنطقة وعلى حساب الأمن القومي العربي أصبح واضحا الآن. الاستقواء بدور تركيا، وتعلم تماما أن لتركيا مصالحها وتركيا لديها أيضا أجندتها داخل هذه المنطقة، استدعاء هذا الدور أيضا ليس في مصلحة الأمن القومي العربي. استدعاء الدور الغربي ودور الدول بعض الدول الغربية من أجل أن يكون لها قوات على أرض هذه المنطقة أيضا ليس في مصلحة هذه المنطقة، وليس في مصلحة الأمن العربي الذي أصبحت الآن قطر تلعب ضد مصالح المنطقة العربية بشكل واضح. الحقيقة يمكن في جانب من التحليل بيرى أن هناك تأثير على بعض الملفات نتيجة للأزمة القطرية، تحديدا على الملف الفلسطيني. هناك نوع من التأثير، ما حدث في قطر بيؤثر على الملف الفلسطيني، أيضا الملف الليبي. يعني كيف تقرأ تأثير الأزمة القطرية على هذه الملفات؟ بطبيعة الحال الأمة العربية ليست في حاجة إلى مزيد من المشكلات. يعني الأمة العربية الآن بعد ظهور المخطط، بعد تفتيت بعض الدول واستهداف معظم الدول العربية الكبيرة، وكانت هناك يعني في القلب منها كانت مصر تأتي في قلب المخطط الذي كان يستهدف المنطقة. أعتقد أن الانشغال الآن بأزمة مستجدة على الساحة العربية، الأزمة الفلسطينية هي الأزمة الأم، يعني هي القضية الأساسية لهذه المنطقة. لكن الآن كما تعلم وكما يحدث في العالم العربي، أصبحت الآن هناك الأزمة اليمنية، أصبح الأزمة العراقية، الأزمة السورية، الأزمة الليبية، هناك الكثير، أزمة الصومالية قبل ذلك. أصبح هناك انشغال عن القضية الأساسية، وقضية الفلسطينيين هي لب القضية العربية. أصبح الآن الانشغال وهذا يعني كما شاهدنا منذ أسبوعين أو ثلاث أسابيع، كانت هناك تأجيج أيضا لما يحدث في المسجد الأقصى والانشغال ببعض الأحداث حتى يتم تخفيف الضغط عن قطر في مرحلة كانت هناك ضغوط حادة على هذه الدويلة. لكن قطر تلعب، أصبح الآن الدور القطري كما أشرت منذ قليل واضحا للعيان بأنه يستهدف أمن هذه المنطقة. الحقيقة كمان يمكن وإحنا بنتكلم على المواقف الدولية عايزين نتكلم على موقف الاتحاد الأوروبي وروسيا من هذه الأزمة تحديدا.
في ظل العلاقات المتشابكة وأيضا توازن المصالح سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي؟ هي قطر حاولت منذ بداية الأزمة الاستعانة بدور ألماني لحل الأزمة، استعانت بدور فرنسا، استعانت ببعض الدول الأوروبية التي لديها مصالح معها. هناك يعني كما تعلم هناك صفقات سلاح تبرمها قطر، لست أدري يعني في ماذا ستستخدم هذا السلاح. صفقات تجاوز حدود حتى الدور القطري، هناك مليارات يتم ضخها في العديد من المؤسسات المالية الأوروبية والغربية بهدف يعني شراء هذه المؤسسات، وحتى تكون مؤثرة إلى جانب شركات العلاقات العامة ومؤسسات العلاقات العامة. هناك يعني كما تعلم هناك المؤسسات الإعلامية التي عملت قطر منذ سنوات على أن يكون لها حصص، مؤخرا صفقة نيمار، لاعب نيمار والدور القطري فيها، ويعني قطر وشراء تنظيم قطر لكأس العالم. هناك أدوار تحاول قطر أن تتجاوز حدود دورها الإقليمي بأن تستخدم نفوذها وتستخدم أموالها لاصطناع نفوذ، يعني لصناعة بالضبط كده. خلينا نقول ما فيش نفوذ لكن في فلوس، محاولة بالضبط استخدام المال لاصطناع ما يسمى أو ما يطلق عليه بالنفوذ القطري لدى مؤسسات قد تكون ذات تأثير على بعض القرارات وبعض أجهزة الحكم في بعض الدول الأوروبية المنافسة. ده صحيح. اسمح لي معنا مداخلة تانية، بينضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي من دبي بالإمارات العربية المتحدة. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك، ويشرفني حقيقة برنامجكم، وتحياتي لك ولضيفك الكريم. أشكرك جدا، أشكرك دكتور. دكتور بالتأكيد هذا الحوار يدور حول المساعي العربية وتحديدا الدور الذي تقوم به الجزائر باعتبار أنها الرئيس الحالي للدورة الحالية من الجماعة العربية. وزير الخارجية الجزائرية يقوم بجولة بدأها بالكويت، في تقديرك يعني ما يمكن أن يكون مطروح للنقاش في هذه الجولة العربية؟ حقيقة يعني لا أعتقد هناك أفضل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والذي يعني كان الوفيد الأول في الجولة الأولى في 2014، وبناء عليه كان المرحوم الشيخ الملك عبد الله قام بتسويه الوضع والاتفاق مع قطر، الا انهم لم ينفذوا. اشقائنا كذلك العرب في الجزائر مرحب بهم، ولكن يعني لا اعتقد ان قطر يعني تستطيع ان تلبي مطالب الدول، لانها دوله غارقه في الارهاب للاسف الكبير الشديد، ولا زالت تموله، يعني لا زالت تمول الارهاب ضد الدول الخليجية. نحن نشاهد التحريض حقيقة على قناة الجزيرة، والبرامج الكراهية التي تبثها ضد الإمارات وضد المملكة، والحملة الشرسة حقيقة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. هل هذه الدولة إذا كانت تقوم بهذه الأعمال قادرة على أن تتخلص منها؟ من المفروض لو كانت هي يعني تسعى لحل الأزمة لكانت توقفت عن بث سمومها حقيقة، وتوقفت عن بث الإرهاب. هي الآن تدعم يعني بشكل كبير الحوثيين للإجهاض على الانتصارات حقيقة التي تحققت في اليمن بعد فرض قطر. اليوم هي تضرب الحدود السعودية حقيقة بأموال قطرية لإثارة الفوضى. بالأمس اكتشفت خلية تدعمها قطر في دولة البحرين. هل هذه النوايا التي تريد قطر أن يتوسط بها أشقاؤها العرب في الكويت أو في الجزائر أو في أي دولة أخرى؟ حقيقة كما قال ضيفك الكريم توجهت إلى ألمانيا، إلى أمريكا، إلى فرنسا، إلى الدول العظمى، ولم تجد يعني حقيقة استجابة، لأن المشكلة في الخليج، وقالوا لها بأن المفتاح موجود في الرياض، حلوا مشاكلكم مع السعودية، تنازلوا، سلموا الجماعات الإرهابية وتوقفوا عن دعم الإرهاب، وخلونا نشوف شيء واضح أمامنا يعني، وليس
الشيء يعني كما كتب في 2014 ولم ينفذ ولم ينفذ، توقفوا ليتوقف الإعلام كذلك القذر هذا الذي يهاجم الدول الخليجية ويهاجم مصر ويهاجم الجيش المصري ويهاجم حقيقة لم يسرق دولة لم يهاجمها. فهذه ليست أعتقد أنها يعني مساعي لدولة تسعى لأن تفك عزلتها التي عزلت نفسها فيها حقيقة. فللأسف يعني قطر تتماهى في الأمور الإرهابية هذه، ولا أعتقد أن هناك مخرج إلا بجلوسها على الطاولة مع شقاها والبداية من المملكة العربية السعودية التي حرضت عليها كثيرا حقيقة. شكرا جدا دكتور خالد القاسمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا. الحقيقة فندم يمكن اتكلم كمان دكتور خالد عن ان حتى ما فيش اي بوادر امل، ولكن في الابواق الاعلاميه القذره التي تقوم بها قطر في محاوله تشويه الصوره سواء بالنسبه للامارات او مصر او السعوديه. في تقديرك انت يعني ما يجب ان يكون خلال المرحله القادمه من جانب كل الاطراف، من جانب الامارات السعوديه مصر على كل المستويات سواء في المحافل الدوليه او حتى في الاعلام او بالنسبه حتى للاتفاقيات التجاريه والاقتصاديه؟ ما هو بالفعل هو قطر الآن تعتمد على الدور الموجه لقناة الجزيرة في يعني بث خطاب الكراهية الموجه للدول العربية الأربع. الرؤية القطرية هي الاستقواء بالخارج كما أشرت حضرتك وأشار الإخوة الذين تدخلوا معنا هاتفيا. هناك الرؤية أصبحت واضحة الآن، يجب أن تقابل هذه الرؤية بمزيد من الضغوط باستخدام الأوراق التي لدى الدول العربية وهي كثيرة. على رأس هذه الأوراق أعتقد أنه سيكون هناك الحصار الاقتصادي كما يعني تعلم أن الولايات المتحدة أقدمت على استخدام هذه الوسيلة في إجبار الدول التي تناوئها. الآن أصبح المطلب واضح بأن قطر ما زالت مصممة على أن تعارض وأن تدعم الإرهاب بشكل واضح، الإرهاب وأن تأخذ موقفا مناوئا لمصالح دول المنطقة. أعتقد أنه يجب على الدول العربية الأربع أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، هناك جلسة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، هناك جلسة أخرى لمجلس جامعة الدول العربية. أعتقد أنه على هذه الدول أن تخاطب المؤسسات الدولية للعب دور لإجبار قطر على أن تلتزم جادة الصواب، أن يكون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية حتى أواصر الأخوة التي أصبحت الآن بعيدة عن هذا يعني هذا النزاع. العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل الراحل كان وجه تحذيرا شديدا لأمير قطر قبل ذلك، وقال له وطالبه بأن يلتزم جادة الصواب وأن يعود إلى الصف الخليجي والصف العربي مجددا، لكنه أصر على مواقفه ووصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه. ما زالت قطر مصممة على يعني أن تكون مصالحها متعارضة مع مصالح المنطقة، تستخدم قناة الجزيرة والخطاب وخطاب الكراهية الإعلامي. أعتقد أن هذه الوسيلة لن تنجح في المرحلة المقبلة، لأن الدول العربية الأربع ما زال أيضا لديها أوراقها. أعتقد أنه يجب عليها أن تستخدم هذه الأوراق الآن وأن تقدم عليها، لأن قطر ما زالت مصممة على النهج الذي تسير عليه. يعني حسب النقاش في هذا الحوار لا يبدو أن هناك أي أمل، وإن كنا لا نريد أن نستبق الأحداث من الجولة العربية، هل يمكن أن يكون هناك موقف حازم من جانب الجماعة العربية في حال فشل هذه الجولة العربية التي تقوم بها الجزائر؟ هو يعني للأسف الشديد نحن نتحدث عن دولة عربية، يعني للأسف موقف الجماعة العربية أعتقد أنه في موقف لا يحسد عليه. يعني هي الجماعة العربية مؤسسة تجمع دول العربية، يعني أعتقد أنها المرحلة المقبلة سيكون لزاما عليها أن تتخذ موقفا واضحا في الأزمة بين قطر والدول العربية، والدول الأربع هي بداية. يعني قطر مواقفها مع معظم الدول العربية
هي من نفس المواقف، لكن الدول العربية استشعرت بالفعل أنه لن يستمر هذا النهج طويلا، ومن هنا اتخذت موقفا واضحا وموقفا حادا تجاه ما يحدث من السياسة الخارجية القطرية. أعتقد أن الجماعة العربية موقفها هي في موقف لا تحسد عليه. ماذا سيقدم الاجتماع القادم لمجلس الجماعة العربية في سبتمبر المقبل؟ يعني أعتقد أنه يجب أن يقدم مجلس الجماعة العربية على اتخاذ موقف واضح تجاه ما يحدث من قطر، على الأقل أن تخاطب الجماعة العربية قطر بالتزام الصف العربي مجددا، بمراعاة مصالح الأمن القومي العربي مجددا، بأن تنضم إلى الصف العربي وألا تتخذ موقفا منوءا للمصالح العربية المشتركة. شرفتني في هذا الحوار، بشكرك جدا الأستاذ صلاح مغاوري مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشكرك على تشريفك. شكرا جزيلا. شكراً. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم، شكرا لكم وإلى اللقاء.